لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام أبو داود في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: سليمان ابن موسى عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. هو الشيخ حسنه وصححه لأجل أن له طرق متصلة. قال الشيخ: عبد العظيم أبادي أبي الطيب محمد شمس الدين الحق العظيم أبادي قلت فيما رواه في قال قلت قد صرحها قال عن سفيان في روى الإمام أحمد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثنا سماك عن خبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره. ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل، فوق المفصل، فوق مفصل الرسغ. ورواة هذا الحديث كلهم ثقات. أما يحيى ابن سعيد فهو أبو سعيد القطان البصري الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل. وأما سفيان فهو الثوري ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. ربما كان دلس وهو هنا قال حدثنا سماك. أما سماك فهو ابن حرب ابن أوس صدوق روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان قد تغير بآخرة فكان ربما يلقن. قال الذهبي: قال أحمد سماك مضطرب وضعفه شعبة. قال ابن عمار: كان يغلط. يقول كون سماك مضطرب الحديث لا يقدح في حديثه المذكور لأنه رواه عن قبيصة، ورواياته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهنا رواه عن قبيصة وليس عن عكرمة. وكذا تغيره في آخرة لا يقدح أيضا لأن الحديث المذكور رواه عنه سفيان وهو ممن سمع قديما من سماك. قال في تهذيب الكمال: قال يعقوب روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح ليس من المثبتين. سمع قديما من سماك مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيم. أما قبيصة فهو مقبول. قال ابن المديني: مجهول لم يروي عنه غير سماك. قال العجلي: ثقة تابعي. ذكرها ابن حبان في الثقات. لم يعد قبيصة مجهول بهذا التوثيق. والحديث الثاني حديث وائل بن حجر، حيث الذي يثبت هذه الشواهد التي تثبت صحة الحديث. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة. صح
صححها ابن غزالي. كل ده صحة الشيخ قال فمرسل طاووس وحديث هلب وحديث وائل بن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدور وهو الحق، أما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. فإن قلت أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل ابن حجر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة، سنده جيد رواته كلهم ثقات. هذا حديث صحيح في الوضع تحت السرة. قلنا قال علم الشيخ آيات السندي في ثبوت زيادة تحت السرة نظر، بل هي غلط نشأ من السهو، فإني راجعت نسخة صحيحة من المصنف مصنف ابن أبي شيبة فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذه الألفاظ إلا أنه ليس فيه تحت السرة، وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعي ونفضه قريب من نفض الحديث وفي آخره في الصلاة تحت السرة. فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر فأدرج لفظ الموقوف موقوف على النخعي في المرفوع، ويدل على ما ذكرت أن كل النسخ ليست متفقة على هذه الزيادة، وأن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث ولم يذكر تحت السرة، بل ما رأيت ولا سمعت أحدا من أهل العلم ذكر هذا الحديث بهذه الزيادة. ومما يدل على عدم صحة الزيادة تحت السرة في هذا الحديث أنه روى الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث بهذا السند ولم يذكر هذه الزيادة، رواها حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عمير العنبري عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. ودي الرواية التي يحتج بها من يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. لماذا يقول يقول في الصلاة عام يشمل كل قيام في الصلاة، ويقول أيضا احتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه من الركوع حتى يعود كل عظم إلى موضعه، وهذه العظام كان موضعها على الصدر، وإن كان في بعض الروايات كل فقار فهذا بعض العام الذي لا يخصصه، ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. وأيضا لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة القائلين بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قبل الركوع أي حديث يدل على أنهم يقولون بالإرسال بعد الركوع. ليس هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرسل يديه، فمن أين أتيتم بالإرسال؟ الشيخ الإمام يقول لك ده الأصل في الوقوف. يقول الأصل في الوقوف في الصلاة وقوف الخشوع أن يضع يديه على صدره. ثم لو أنك نظرت إلى الناس في وقوفهم لعلمت أن كل واحد يقف في هيئة، واحد واقف عامل كده، واحد واقف عامل كده، واحد واقف عامل كده، واحد واقف عامل كده. هتلاقي الناس مين اللي قال ان الناس كلها واقف عند محطة الاتوبيس عاملة كده، كلهم واقفين كده، تجيبها منين دي؟ ولا في الترماي ولا في الوقفة واقفين على الناصية ولا شوف كده الناس، هتلاقي ان مفيش اصل للموضوع ده. ولو كان ده الاصل في الوقوف عند الناس مع انه مش كده هنقول الاصل في الصلاة هو ايه؟ وقوف الخشوع. بعدين عندنا عام اهو يضع يمينه على شماله في الصلاه، هيقول لك
ده ابن في الصلاة يبقى عندك وهو قاعد يعمل كده. عندنا في كل موطن في الصلاة أحاديث تخصص الايه العموم ده إلا بعد الركوع. ليه؟ عندنا كان يسرد بين كفيه، كان يضع يديه على الأرض في السجود، يسرد على سبعة أعظم. عندنا كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على فخذه وركبته، أو وضع يده على ركبته، وفي الرواية حلق حلقة في اليمنى وأشار بإصبعه، قبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بإصبعه، واليسرى يبسطها. فهذا الذي ورد في الركوع يضع يديه على ركبتيه، يبقى التشهد والقعود اللي بين السجدتين والسجود والركوع كله عندنا مواضع وضع اليد، ما فيش غير ايه غير بعد الرفع عن الركوع. يبقى ايهما اولى؟ ما عنديش حديث. اللي بيقول بالارسال هم اللي كانوا يقولوا بالارسال، اللي يقول مره واحده اللي هو اثر مين؟ ابن مسعود اللي اتكلمنا عليه كتير في الموضوع ده، وان الروايه بتاعته ثم لا يعود الروايه فيها ايه ضعف. وبنقول اقصى حاجه ان ابن مسعود رضي الله عنه سهى عن ذلك. فاللي بيقول ان هو لا ده انا اتلخبط، اللي بيقول ما يضعش على الصدر قبل الركوع هو اللي يقول ايه ما يضعش بعد الركوع. لكن اذا قلتم قبل الركوع فليس لكم دليل على ان ترسلوا بعد الركوع. الاشاره بين السجدتين نفس الكلام. وروى البيهقي ايضا هذا الحديث بهذا السند ولم يذكر هذه الزياده، ومما يدل على ان على المطلوب ان الامام الزيلعي والعيني وابن الهمام وابن امير الحاج وابراهيم الحلبي وصاحب البحر وعلي القاري وغيرهم من العلماء وغيرهم من العلماء الحنفيه مع شده اعتنائهم بدلائل المذهب والجمع من صحيحها وحسنها وسقيمها لم يذكر احد منهم هذه الزياده. المذهب اللي هو بيقول بالارسال يعني، هو مذهب المالكيه هو اللي فيه الارسال، هم بيقولوا مذهبهم هم تحت السره، استغفر الله، مذهبهم تحت السره. ما استدلوش بالحديث، يبقى ده دليل ايه؟ اظن البحر هو بتاع كنز الدقائق، ولا اسمه بحر ايه؟ شرح كنز الدقائق. ايه؟ لا اسمه البحر في مكان، لا مش بحر، ده بتاع الشيخ احمد فريد. المهم ما عادش مشكله بقى. فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه الزياده في المصنف لذكروه، وقد أكثر بعض هؤلاء الرواية والنقل عن من المصنف صنف ابن أبي شيبة، وكتبهم مملوءة من أحاديثه وأثاره، وكذا الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم من سائر أهل العلم لم يريدوا هذا الحديث بهذه الزيادة. فهذه أمور تورث الشك في صحة زيادة تحت السرة في هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.